وننتقل إلى تحليل هذه الإنفاقات ودعم الوقود الأحفوري، وللنقاش ينضم إلينا عبر سكايب من تونس خبير التنمية والاقتصاد حسين الرحيلي. أهلا بك سيد حسين. بعد التحية، بداية، تابعنا في هذا العرض أكثر 10 دول داعمة للوقود الأحفوري ومنها 4 دول عربية كما ذكرنا. برأيك الارتفاعات الهائلة لدعم الوقود الأحفوري التي وصلت إلى $1 تريليون، أي زادت بنسبة الضعف من عام 2021، هل ترى برأيك أن هذه الارتفاعات مبررة بدعم الوقود الأحفوري نظرا لعام 2022 حرب الطاقة كما تعلم، وما زاد من الاستثمار في الوقود الأحفوري؟ شكرا وتحية إلى كل أشقائنا في جمهورية مصر العربية. بالنسبة إلى ارتفاع تضاعف قيمة الدعم الطاقة الأحفورية على المستوى الدولي، هذا كان منتظر باعتبار أنه ارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة وأسعار الغاز، خاصة بعيد الحرب الأوكرانية الروسية خلال أواخر شهر فيفي 2022. وعندما نتذكر سعر النفط أنذاك كان يتراوح ما بين 50 إلى $65 قبل الحرب، ولكن بعد الحرب وصل في شكل في شهر أفريل وماي 22 إلى حوالي $120، وبالتالي تضاعف تضاعفت أسعار الطاقة، تضاعفت أسعار الغاز خاصة بعد الأزمة الطاقية اللي مر بها الاتحاد الأوروبي إلى 3-4 أضعاف، وبالتالي فهذا الارتفاع في الدعم الطاقات خاصة بالنسبة للـ10 دول الأكثر إنفاقا على الدعم الطاقي يعتبر مبرر ومنطقي باعتبار الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة وخاصة أسعار الغاز. ونستطيع أن نقول لماذا أسعار الغاز، لأنه عندما نشوف الـ10 دول التي موجودة في التقرير نجد أن من بينها 4 دول الأكثر إنتاجا وتصديرا للمواد النفطية والغازية، وكذلك موجود 2 دول الأكثر استهلاك للطاقة وهي الصين والهند، وبالتالي فلا غرابة أن هذه الدول تتصدر القائمة الدعم الطاقي. وهنا المشكل أن المواطن في هذه الدول يعلم جيدا أن الدولة تدعم خاصة في روسيا، تدعم الشكل الأكبر هو غاز التدفئة باعتبار أوضاع الطقس، وباعتبار أنه روسيا ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم، والجزائر كذلك الدعم الطاقات الأحفورية منذ 62 معناها دأبت الجزائر خاصة على دعم الغاز المسال بالنسبة للاستعمار المنزلي، كذلك دعم إنتاج الكهرباء باعتبار أنه فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن الجزائري أو المواطن السعودي أو المواطن فنزويلا هي 2/3 مدعومة معناها من طرف الدولة في إطار الدعم الطاقي. نعم. طيب سيدي، يعني نلاحظ أن يعني عام 2023 لربما يكون أيضا عام يحتاج إلى طاقة، والأسعار الطاقة تتذبذب وترتفع الآن، هل نرى أن هذه الأسعار والدعم قد يستمر في عام 2023 والأعوام القادمة بارتفاعات أكبر؟ نلاحظ أن لدينا استثمارات تصل إلى $5 تريليونات في 12 عام فقط، فماذا عن العام الحالي والعام القادم بالنسبة للارتفاعات؟ أتصور أنه بالنسبة لهذا العام وحسب وتيرة تراجع الأسعار أسعار النفط والغاز على الأقل خلال الثلاثية الأولى من عام 2023 بعد ما تجاوز العالم صدمة الحرب الأوكرانية الروسية وبدأ يستوعب أو يتعايش مع الحرب وتوضحت الرؤى الآن، ولم يعد هنالك إشكال في الإمدادات الطاقية لا على مستوى الإنتاج ولا على مستوى معناها توريد أو تصدير الطاقة وإيصالها إلى المستغلين، كذلك أتصور أنه سيحصل نوع من التوازن على مستوى الأسعار، وبالتالي اليوم الأسعار تتراوح ما بين $75 إلى $85، وبالتالي فلا أتصور أنه الدعم الطاقي على الأقل في البلدان المنتجة سيكون مكلف أو سيرتفع أكثر مما ارتفع 22، وسنة 22 تعتبر استثنائية بالنسبة للطاقة ولكل الدول، رغم أنه لكل الدول نعلم جيدا أن كل الدول على أول أغلب
أغلبية بالنسبة للطاقات الأحفورية هي مدعومة سواء بشكل مباشر في إطار معنا مساعدات عينية مباشرة أو في إطار غير مباشر من خلال تدخل الدولة معنا سواء كانت في إنتاج الكهرباء أو في توفير أو في توفير الوقود أو الغاز بأسعار غير حقيقية، أي أن هنالك نوع من الدعم من ميزانيات الدول. وأتصور أن الدول العربية بشكل عام هذا التقليد موجود، ويمكن دولة وحيدة استطاعت أن تحرر السعر المحروقات هي المغرب، وأتصور أن التداعيات رفع الدعم على المحروقات كان له نتائج كبيرة في المغرب، وخاصة ارتفاع كل المواد الفلاحية والصناعية المرتبطة بإنتاج الطاقة. وأتصور أنه ارتفاع أو رفع الدعم على المحروقات وعلى الطاقة بشكل عام هي خطوات تؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار أنه الدولة مسؤولة معناها بشكل أو بآخر على أن تخلي المواطنين في بلادها معناها يتمتعون على الأقل بالحد الأدنى من هذه المادة الأحفورية، اللي رغم أنها أحفورية غير متجددة وملوثة ولكنها ما زالت تمثل أكثر من 75% من الطاقة بالمقارنة بالطاقات البديلة. نعم سيد حسين، لكن نحن نشهد هذا العام ارتفاع للطلب بخصوص الصين بسبب القيود التي كانت تعيقها من الطلب، واحتمالات أن تكون هذه الأرقام والاستثمارات والدعم قد يزداد في عام 2023 والأعوام القادمة. لكن دعني أسألك سؤال آخر، الدول الأكثر دعم للوقود كيف يمكن أن تستغل هذا الأمر اقتصاديا، يعني باعتباره أحد الحوافز اللي هي جاذبة للاستثمارات؟ يعني الدعم الطاقي فيه ثلاثة جوانب أساسية. الجانب الأول هو مساعدة السكان المحليين أو سكان تلك الدول على أنهم ما يدفعوش الأسعار الحقيقية لفواتير الكهرباء والغاز والمحروقات. ثانيا أنه دعم الطاقة في إنتاج الكهرباء أو المحروقات أو محروقات النقل أو محروقات المستعمل الصناعي يساعد على جلب الاستثمارات ويساعد على إنتاج معناها مواد أقل سعر، وبالتالي تكون عندها قدرة تنافسية كبيرة، أو أني توفر مواد معناها على مستوى السوق المحلية قابلة للشراء. ومن هنا نفهم أنه راه الدعم الطاقي الأحفوري في إطار تصور اقتصادي شامل يجمع ما بين الدفع التشجيع للاستثمار وإنتاج سلع بأقل كلفة، وبالتالي القوة على أن تكون متنافسية. وكما نرو أن الصين معناها تساهم، ولو أن الرقم الموجود في المقال يقول 1% من الناتج المحلي الخام الصيني، هذا أتصور أنه 0.25% فقط، باعتبار أنه الناتج المحلي الخام للصين لسنة 22 هو 22,000 مليار، وبالتالي أتصور أنه هذا الدعم يعني يكون له إنعكاسات اقتصادية معناها كبيرة على مستوى ما يسمى الاقتصاد الكلي. نعم، طيب سيد حسين، يعني الدعم الحكومي للوقود برأيك هل يعني من الممكن أن يعمل على حماية المستهلك من ارتفاعات أسعار الطاقة؟ طبعا هي الحماية أو الدعم الطاقي كما دعم المواد الأساسية، الرغيف في مصر أو الخبز عنا في تونس، وعنا مواد العجين، الزيت، بعض الزيوت النباتية المدعومة، هي تهدف إلى حماية الشرائح الاجتماعية المتوسطة والضعيفة من أن تقوم تتوفر لها معناها على الأقل الشروط الأساسية للحياة من المواد الغذائية وكذلك من المواد الطاقية، لأن المواد الطاقية تتدخل بشكل كبير في كل النشاط البشري، وبالتالي هذا الدعم يساعد على التقليص من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو الدور الأخلاقي والاقتصادي اللي تقوم به الدول اللي عندها الطابع الاجتماعي. ونتصور أنه تجارب مصر العربية وتجارب الجزائر وتجارب تونس وليبيا والعديد من الدول السعودية وتجارب فنزويلا هي التجارب تندرج، والبرازيل تندرج في إطار الدور الاجتماعي للدولة في إطار حماية المستهلكين وحماية القدرة الشرائية لأغلب الفئات اللي تتأثر بشكل كبير وبارتفاع الطاقة أو ارتفاع المواد الأساسية. ونحن بعد الحرب الأوكرانية الروسية شهدنا ارتفاع مشط في أسعار المواد الأساسية، ولولا الدعم اللي تقدمه الدول لهذه المواد لكانت إشكاليات كبيرة على أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة أني معناها تكون بالرغم من الدعم الحكومي. يا
السيد حسين الذي يقدم لمساعدة الأسر من ارتفاعات الأسعار والتضخمية، ما زالت الأسعار مرتفعة وما زالت الأسر تعاني من هذا التضخم الذي لا ينفعه دعم حكومي أو أي دعم آخر. سنتابع كيف ستكون الدعوم الحكومية للوقود الأحفوري في الفترات القادمة في حرب الطاقة التي نشهدها الآن. كنت معي ضيفي من تونس حسين رحيلي، شكرا جزيلا لك.